طيب قال هل الكلام في المؤتمر الوطني كلام في الحاكم؟ الكلام في الكيزان ده قال كلام في الحاكم؟ لا ما في الحاكم. شوف الحاكم ده الرئيس نوابه الوالي نوابه الوزراء ده الحاكم. لكن كوز قاعد لافي في الجامعة ده حاكم شنو ده؟ ده إلا حاكم البنطلون بتاعه، لكن تاني ما عنده حكومة، حاكم بتاع مين؟ والعلماء قالوا الإمام أحمد زمان، الإمام أحمد زمان كان بيتكلم في الجهمية، والأئمة بتاعين الجهمية ديل كانوا هم الحكام، بعضهم كان حاكم، بعض الحكام كانوا جهمية، وكان بيقتل الزول اللي بيخالف آراء الجهمية، عرفتها؟ فالإمام أحمد ما تكلم في الحكام بأعيانهم، ولكن تكلم في منهج الجهمية ورد عليها في بعض كتبه رحمه الله، وثبت في هذه المحنة، حتى قال بعض العلماء نصر الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، فهمت؟ فما في حاجة يسمى حزب حاكم. والآن الحكومة دي ما كلها مؤتمر وطن، وزير الإعلام أحمد البلال اتحادي ديمقراطي، ومساعد الرئيس ود الصادق المهدي ده حزب أمة، وفي ود الحسن المرغني مساعد رئيس برضو شنو تبع الاتحاد الديمقراطي، وأنصار السنة منهم وزراء، عرفتها؟ والشعبيين برضو دخلوهم في البرلمان، السنوسي مسكوه ما عارفوا مسكوه شنو في البرلمان، عرفتها؟ فما كلهم مؤتمر وطني، فهمت؟ حتى لو بقى كلهم مؤتمر وطني، الكلام في المؤتمر الوطني ما في الدين حاجة اسمها حزب حاكم، ما في حزب ذاته، مؤتمر الوطني باطل، حزب باطل، حركة إسلامية باطلة فارغة ساكت، صار سنة شيوعيين، فهمت؟ واتحاديين ناصريين غير من الأحزاب، بكل أحزاب باطلة ما بيجوز ليك تبقى معاه. ولا نحن حزب ولا نحن ماسكين على زول حاجة الآن ولاية ولا مرتب ولا بطاقة ولا بندخلك معانا، ما في، بس نوريك الكتاب والسنة، نعلمك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني شنو ولا آية، نبلغك بشيء علمنا له ربنا سبحانه وتعالى وبنفوت.